إنها مقبرة لأرواح 160 ألف شخص، 50% من أرضها مصنوعة من الرماد البشري، المنطقة المسكونة بالأشباح، جزيرة الموت الأسود، بوفيليا. تقع جزيرة بوفيليا على الساحل الإيطالي بالقرب من مدينة البندقية. هي جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع. كان أول ظهور للجزيرة ومعرفتها عام 421، عندما هرب الناس من منطقة بادوفا وإستي بسبب حدوث غزوات بربرية وموت الكثير منهم. وفي القرن التاسع ازداد عدد السكان في الجزيرة ونما بشكل كبير. وفي عام 1378 تعرضت منطقة البندقية إلى هجوم من أسطول يسمى جنوة، ما أحدث ضجة وزعرا كبيرا لسكان جزيرة بوفيليا، فانتقلوا من الجزيرة وظلت خالية من السكان لفترة طويلة. بدأ السكان في الرجوع وعمروا الجزيرة مرة أخرى، وفي عام 1777 أصبحت الجزيرة ذات قيمة وبها نقطة للتفتيش، يتم بها تفتيش جميع البضائع والسفن القادمة من البندقية أو الخارجة منها. لكن عم الظلام مرة أخرى على الجزيرة عام 1794، وظهر مرض الطاعون في منطقة 17. تم نقل المرضى إلى جزيرة بوفيليا بعد صنع مناطق للحجر الصحي ليتلقى المرضى العلاج هناك والحد من انتشار الطاعون، لكن المفاجأة الصادمة أن هؤلاء المرضى لم يتلقوا أي علاج ولم يحصلوا على الرعاية الصحية الجيدة ليتم شفائهم، بل تم إهمالهم. وبسبب هذا الطاعون وتركهم بلدهم وديارهم وتدهور حالتهم الصحية وعدم تلقيهم العلاج توفوا. لم تكتفي حكومة هذا البلد بدفنهم، بل قامت بحرق بعض جثثهم، مما حول أرض هذه الجزيرة إلى رماد من جثثهم وسميت من هنا بجزيرة الموتى. وعند اكتشاف المقابر الجماعية بعد قرن من الزمان، عثر الباحثون على شيء أكثر إثارة للقلق. وجدوا في بعض القبور جماجم بها قطع كبيرة من الصخور مثبتة بين الفكين. الأمر بدا أنه في كل مرة يموت فيها أحد الضحايا يعاد فتح حفرة الموت لدفنه، وكان الدم يقطر من فم الجثة المدفونة حديثا. كانت غازات التحلل تؤدي إلى تفجير الجثة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تمزق الأعضاء الداخلية ويخرج الدم القادم من هذه الأعضاء عبر الفم. ظلت الجزيرة منطقة للعزل الصحي حتى عام 1815، وخلت المدينة بعد ذلك. لكن في عام 1923 تم تحويل المباني الموجودة في الجزيرة إلى مستشفى للأمراض العقلية، كما تم استخدامها أيضاً كمركز للرعاية الطبية، ولكن الأمر كان يبدو من الخارج طبيعياً، أما الحقيقة فكانت صادمة. يقال أن كان هناك طبيب هو أشبه بالجزار أو الجلاد، كان يقوم بعمليات تعذيب بشعة بحق المرضى. وشهدت الجزيرة بالفعل إجراء بعض التجارب المجنونة على المرضى لينتهي بهم المطاف في المقابر الجماعية مع مرضى الطاعون الذين ماتوا سابقاً. قال المرضى والعاملين في المستشفى أنهم سمعوا أصواتاً غريبة مثل أصوات صراخ من الموتى، وكذلك رأوا أشباحاً فيها. تقول الأساطير أن هذا الطبيب القاسي فقد رشده في النهاية وأصابه مس من الجنون فألقى بنفسه من أعلى البرج، ويقول صيادون في المنطقة أن شبح الطبيب يتجول كل ليلة حول المبنى. لا يزال الصيادون اليوم يتجنبون جزيرة بوفيليا، عندما تكون السماء صافية يمكنك رؤية الجماجم والعظام تحت سطح الماء.